رفا. مين معانا؟ معلش، جنات عبد العليم، مسؤولة مبادرة شفت تعرش. جنات، اخبارك ايه؟ وحشاني، بقالي كتير ما سمعتش صوتك. انت كمان وحشاني يا مدام لميس. مساء الفل، ازيك؟ مساء النور، كل سنة وانت طيبة. وانت بصحة وسلامة. قولي لي بقى، يعني قضية لمية، مش بس الصورة، قضية لمية هي فكرة المرأة واللي بتتعرض له في المجتمع، اللي هو يا إما يقول لك اقعدي في البيت، يا إما ما بيساعدهاش إنها تشتغل، وكأن الشغل ده رفاهية. رأيك إيه يا جنات؟ لا، هو انا معترضه على وصف لمية بانها الانثى اللي بألف راجل او بنت الجدعه ب 100 راجل. هي لمية او هي ان هي شايفه نفسها، لا ده ما كانش مهنيه، لا ده كان مهنيه زياده. شافت شغلها، نزلت جابت ابنها في ميعاده. هي ست ب 100 ست جدعه ومليون ست جدعه، ومراسله بمليون مراسله جدعه، بما انها كانت بتشتغل على استطلاع راي كان ممكن تكتفي بالقدر اللي خدته قبل ميعاد الحضانه وخلاص، هو ده اللي قابلته في الشارع او اللي وافقوا يسجل. لكن هي قررت تكمل استطلاعها، وقرر وكأم راحت جابت ابنها. اللي شاف الموضوع بعين الاعلام مهنه لا مهنه له، هي هتبقى مهنه لا مهنه له لما تقبلك انت تدخل المهنه دي، وانت هي دي كل رؤيتك للزاويه. انت لازم تفتح عينك بكدر اوسع علشان تبقى تستاهل انك تدخل المهنه دي، لو انت عايز تنعت نفسك بمشروع اعلامي فعلا. صحيح. الموضوع له اكتر من رؤيه وله اكتر من بعد بزاويته. فلميا كانت مهنيه جدا انها تكمل استطلاعها، كانت ام رائعه جدا. هو ليه لما جبنا الصوره اللي حضرتك عرضتيها يا مدام لميس، او البرلمانيه اللي شايله ابنها، ليه كلنا شيرناها؟ انا عارفه، وقلنا انها حلوه وجميله، مش قادره افهم. انها رائعه، يعني غالبا احنا بنحب نتفرج على الناس بره مش الناس جوه. ايوه، ليه اول ما الصوره بقت من جوه مصر قلنا دي وحشه دي لا الفكرة. ولا خلي بالك من الصوره، يعني لا نرجع للصوره الثانيه الاولانيه، كل اللي حواليها، كل لها صوره كمان، كذا صوره برلمانيه، كل اللي حواليها متعاملين بالموقف، مع الموقف عادي جدا بدون حتى ابتسامه. وروني يا جماعه بقيه الصور. وخلينا واضحين في الجزئيه دي، يعني المراسلين بتوع حضرتك او المراسلين بتوع اون او لميا ما بيظهروش في الكادر. يعني انا لما التقرير هيتعرض مش هشوف لميا وابنها على دراعها. صح. ولو شفت لميا وابنها على دراعها هقول لها شابوه هايل جدا ان انت جه. يعني ولو تفتكري اخر مره كنت عند حضرتك بتقولي لي غايبه عنك بقالنا كتير لظروف الولاده، انا عندي حياه في سن يوسف. في يوم من الايام كان عندي عرض التقرير عن صوره المراه للدراما، وكنت مضطره اخد بنتي معايا لانه يوم اجازه للحضانه، سايباها تحت وقاعده على المنصه فوق بعرض، واعتذرت من دكتوره عزه ونزلت اشوف بنتي بتعيط ليه ورجعت تاني. ده لا يقلل مني ولا من شغلي، ولا مديرتي في الشغل شافتني مقصره في شغلي. ليه الناس بتشوف اللي هي عايزه تشوفه برؤيه تقلل من المراه العامله وتقلل من جهدها، رغم انه هي مضغوطه عليها فوق الوصف. طيب لميا شابوه بجد، انت كنت مهنيه فوق الوصف، انت ست بألف ست جدعه مش بألف راجل. شكرا يا جنات، وعايزين نتقابل قريب عشان نتكلم على التحرش، عشان يعني في قضايا كثيره تخص التحرش. بشكرك جنات عبد العليم، مبادره شوف تتحرش.